السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أهلا بكم أصدقائي مرة أخرى، وأغني على مقام النهاوند، ومثل ما وعدتكم بأنه راح تكون مع أو بعد كل سلم يكون عندنا أغنية خاصة بالسلم السابق. طيب الآن احنا راح نشوف أو نرجع إلى الرسم أو الصورة الخاصة بمقام النهاوند، وراح نلاحظ أمامكم نذكركم بالسلم الخاص به، ومثل ما ذكرنا واحدة من الأغاني اللي لحنها عملاق اللحن العربي بليغ حمدي اللي هي ألف ليلة وليلة لأم كلثوم. راح نلاحظ انه تتمعنون بها من خلال السلم، من خلال الصعود والنزول، راح تحسون او يكون لديكم بعض الاحساس في السلم والاغنية في نفس الوقت. لاحظ الرسم امامكم، وبنفس الوقت سوف ترون الصورة الاخرى اللي هي أغاني على مقام النهاوند اللي هي بين العصر والمغرب، أغنية عراقية، إيقاع طبعا تشوبي، وموال ولو حبايبنا طلوا نهاوند، وبيات أيضا ألف ليلة وليلة، إيقاع بلدي ومقسوم، والوحدة داخل ثلاث إيقاعات، وعلي قرا إيقاع الصعيدي وإيقاع الوحدة، وأيضا كثير من أغاني اللي هي موجودة، وأيضا لونقة فرح فزة. بالمناسبة لونقة فرح فزة، فرح فزة يكون مقام خاص به، وكل بعض ضايفينه أو يضيفونه على مقام النهاوند، لكن هو فرح فزة لونقة رياض الصنباطي اللي هي لونقة فرح فزة، هذا مقام خاص بوحدة. بتونس بيك إيقاع الصعيد والمقسوم والوحدة، ولولا الملامة إيقاع المقسوم، غيبي يا شمس غيبي إيقاع عرب، وأيضا إيقاع آخر، وأيضا كثير منهم بنت الشلبية ويا مسافر وحدك للأستاذ محمد عبد الوهاب، ولما راح أصبر منه إيقاع مقسوم أيضا. ومثل ما نلاحظ الأغاني أمامكم، نعم أصدقائي الآن سوف نبدأ تطبيقها على آلة العود. نبدأ من الدو، الدو الجواب، نقدر نبدي بها، نستطيع البداية من الدو، ونستطيع البداية بها من الري، و دائما بدايتها من الدو. لذلك بدايتها من الدو تكون دائما لمقام النهاوند. مقام النهاوند يبدأ بالدو وينتهي بالدو. أول خطوة نبدأ بها هذه أول بارت. ستكون أمامكم الورقة لكي تستطيعوا قراءتها قراءة حرفية، وأيضا سوف نبدأ نقراها لكم على آلة العود، ومثل مثل ما تعودنا في الأسبوع الماضي قراءتها، وسوف أبدأ لكم. بنت الشلبية، هذه أغنية بنت الشلبية. إذن Mira, 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 mira
لاحظ لاحظ. لا سي دا سي لا صول صول. إذن ر مي ر دو مي ر ر مي صول فا مي ر دو مي 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 ر ر ر دو 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 سي دا صول لا سي دا سي سي لا صول صول. أعلى طبقة يكون أفضل. فيه بعطيكم النوتة اللي بالجواب النوتة بالجواب تختلف عن النوتة بالقرار نوتاتها، فإنها تكون دا 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 ر دا 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 ر دا سي ر دا دا ر دا ر. إذن دا ر دا ر فا مي مي فا مي 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 ر السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Thank you.